لم يكن الامر مرتبط بمكافحه الارهاب الهجره غير النظاميه او غير الشرعيه في هذه المنطقه باعتبارها لها تداعيات مباشره على التركيبات المجتمعيه والسلامه المجتمعيه في اوروبا. الحديث عن جدوى الدعم الغربي الذي يمكن ان يقدم لدول الساحل والصحراء، وهناك قواعد عسكريه فرنسيه موجوده لكنها لا يبدو انها قادره على تغيير شيء في هذه الدول. كيف يمكن لفرنسا او للدول الغربيه التي تقول انها تقدم يد العون للدول الافريقيه ان تقنع هذه الدول بجدوى التعاون معها؟ هو الجانب الفرنسي لديه بعض القوات الموجوده في دول الجي 5. الدور الفرنسي حاول قبل ان يعقد مؤتمرا لدعم هذه المجموعه ماديا وبالتالي عسكريا، ربما الاستجابه لم تكن على النحو المنشود، وبالتالي الدور الفرنسي كما اشرت في البدايه انه يسعى الى ان يتعاظم ويتنامى من خلال التصريح الذي يتحدث به ماكرون مؤخرا، فإن المنطقة ستشهد دعما ربما فرنسيا فيما يتعلق بالجانب العسكري لمواجهة الإرهاب والنشاط الإرهابي اللي بنعتقد أنه قوي، ليس يعني نشاط محدود وإنما نشاط في غاية القوة منتشر في الخمس دول وبيهدد أيضا دول أخرى في جوار دول الساحل والصحراء. لكن هو الرئيس الفرنسي كان يتناول العشاء مع بعض جنوده عشية عيد الميلاد وقال ان القوات الفرنسية استطاعت ان تقدم شيئا جيدا في سبيل مكافحة الارهاب، وان الجنود قتلوا نحو 200 ارهابي ممن وصفهم بهذا الوصف في تلك المنطقة. هذه الرواية لأي مدى يمكن ان تقنع المسؤولين فضلا عن شعوب تلك المنطقة بجدوى التعاون مع فرنسا؟ هناك جدوى، لكن كما ذكرت الجدوى تقتضي ايضا زيادة الدعم، سواء كان ذلك دعما عسكريا او دعما ماديا او دعما تدريبيا ايضا لقوات من دول الجي 5، وان يكون التعاون شامل ايضا لدول افريقيه اخرى في اطار الاتحاد الافريقي. النموذج الموريتاني من النماذج التي يمكن ان تقدم في مجال مكافحه الارهاب من الدول التي استطاعت ان تنجز شيئا حقيقيا وواقعيا على الارض فيما خص هذه المساله. هذا جهد له ظروفه ومحدداته الخاصه وبالتالي لا يمكن البناء عليه، ولا التجربه الموريتانيه يمكن استنساخها حتى وان اختلفت الظروف، او الاهتداء بها على الاقل ليس استنساخها؟ ممكن الاهتداء بها، لان طبعا كل دوله لها ظروفها وطبيعتها والجغرافيه وتكوينها الهيكل السكاني ومدى نشاط المنظمات المتطرفة فيها وفرص زيادة هذا النشاط. يعني على سبيل المثال تشاد يمكن من الدول اللي واجهت الإرهاب بشكل قوي ولها دور يعني محوري فيما يتعلق بالجي 5، ولكن هناك تعاون كما ذكرت بين هذه الدول وبين فرنسا، وربما يكون هناك يعني مساعي أخرى لزيادة الدور الفرنسي لدعم هذه القوة في مواجهة هذا النشاط المتناوب من جانب المنظمات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل. البعد الاقتصادي يبدو من بين أهم المحددات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ودول الساحل والصحراء أو غيرها من السواد الأعظم من دول القارة الإفريقية لديها مشكلات في تمويل البنية التسليحية والمنظومة الأمنية التي يمكن أن تتعاطى مع خطر ذا طبيعة خاصة كخطر الإرهاب في هذه المرحلة. كيف يمكن التعامل مع هذه المسألة بعيدا عن الباب المرتبط بتلقي المساعدات المباشرة كالحالة الفرنسية مع بعض دول الساحل؟ هو طبعا أحد أسباب اللي بتؤدي إلى زيادة الأنشطة الإرهابية هو العامل الاقتصادي، يعني الفقر والجهل، بالإضافة إلى التخلف الاقتصادي أو عدم وجود تنمية كافية تتيح فرص لاستيعاب الشباب وإمكانية مواجهة الأفكار المتطرفة. وبالتالي الدعم الاقتصادي أيضا مطلوب، يعني ليس فقط دعم سياسي أو دعم عسكري أو دعم مادي، وإنما أيضا لابد أن يكون هناك دعم لعملية التنمية المستدامة والانتقال من مرحلة اقتصادية تحت خط الفقر إلى مرحلة على الأقل يكون هناك فرص واعدة للشباب ولمستقبلهم، بحيث أن مثل هذه الأفكار المتطرفة لا تجد مجالا أو استجابة من جانب الشباب في هذه الدول.